أحسن الله إليكم. هذه رسالة طويلة لإحدى المستمعات، تقول: أرجو قراءة رسالتي كاملة والإجابة عنها كاملة، لأنني في أمس الحاجة لهذا الرد، جزاكم الله عني وعن المستمعين خيرا. جعلتها مقدمة بعدها فقرات، تقول في مقدمتها: أنا زوجة أعيش مع زوجي في جو هادئ وطيب في بيت خاص بنا، إلا أنني أتعرض للأذى من أهل زوجي خاصة والدته، فهي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة بيننا وتسبب لنا المشاكل، وهي الآمرة والناهية في حياتنا. تقول: أولا، فهل يحق لأم الزوج أن تتدخل باسم الأمومة في حياة ابنها بما لم يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتفسد حياتهما؟ لا شك أن الأم لها حق على والدها، على ولدها، حق واجب ومتأكد، وكذلك زوجة الابن من حق زوجها عليها أن تراعي أمه وتحسن إليها، هذا من حق الزوج على زوجته، أن لا تسيء إلى أحد والديه وأن تحسن إليهما. وأما أن الأم تتعسف في حقها وتتدخل في الشؤون الزوجية بين الزوجين فهذا لا يجوز لها. أما أنها تأمر ابنها وتنهاه وتطلب منه أشياء مما يباح لها فلا بأس بذلك، إذا لم يكن في هذا إخلال بالعشرة الزوجية ولا تدخل بين الزوجين لإفساد ما بينهما. نعم. تقول في الفقرة الثانية: هل يحق لها أن تسير حياة الزوجين كما يحلو لها، إلى درجة أنها تغلق بيتهما المنفرد لتجمعهما في بيت كثير الأفراد، وهنا تفرق فراش الزوجين وتفسد تربية أبنائهما؟ هذا أشرنا إليه، قلنا ليس من حق الأم أن تتدخل بين الزوجين لإفساد ما بينهما أو للمشقة عليهما، هذا ليس من حقها، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. نعم. تقول: هي تمارس السحر بكل أسف، فهل أطيعها وهل لها سلطة علي بالأمر والنهي؟ إذا ثبت أنها تمارس السحر فإن الساحر كافر، يجب إقامة حد الردة عليه ولا تجوز طاعته، على جريمة كبيرة السحر، تعلمه وتعليمه وتعاطيه. نعم. تقول: هل على ولدها أن يبرها على حساب زوجته، وخاصة أن الزوجة تعينه ماديا؟ لا، له أن يبر، يجب عليه أن يبر بوالدته، لكن لا يلزم الزوجة أن تعطيه من مالها ما يبر به أمه، إلا من باب طيب نفسها، باب طيب نفسها ومن باب الكرم وحسن العشرة والإحسان، هذا شيء طيب. إذا أما الإلزام فلا يلزمها ذلك. نعم. في آخر فقرات سؤالي: يكرمها من ماله هو. نعم.